ازيك يا ابو علوة، عامل ايه؟ تحياتي ليك ولكل متابعينك، الحمد لله بخير يا ريس. ردود الافعال بعد فيديو مرتضى منصور. في البداية النهاردة كان معانا أحد الشباب المصابين النهاردة، وكلمنا ناس مسؤولين في نادي الزمالك، وطبعا إدارة الزمالك تشكر يعني إن هم تكفلوا بعلاج اللاعب نفسه، وكان لاعب في أحد الأندية الشرقية الصعب بن النصر، وتعرض لإصابة خطيرة جدا. نادي الزمالك تكفل بعلاجه، وده اللي خلانا النهارده نروح المؤتمر. فيما يتعلق بقى بتصريحات الأستاذ مرتضى منصور، النهارده اتكلم في أكتر من حاجة، كان أهمها موضوع ملعب المباراة الصعب بن النصر، اللي أكد إن كل الجهات وافقت ما عدا الأستاذ ممدوح عيد اللي هو المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أو الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز. هو شن هجوم كبير جدا عليه وهاجمه بأكتر من مصطلح، إن هو اللي وقف الموضوع، وان هو لا يفقه شيء في الاداره، وكمان ان هو بيصرف ملايين في الفاضي، ونادي بيراميدز يعني باللعيبه اللي عنده دي والامكانيات اللي عنده دي المفروض ياخد دوري ودوري الابطال كمان، لكنه لا يجيد اداره اللعيبه. تمام، قال له انت مجرد سمسار. تعمل رئيس؟ قال له انت مجرد سمسار. بالظبط، يعني هو كان شن هجوم كبير جدا عليه، وانا مش عارف ده الهجوم هل الهجوم في محله او لا، لانه الموضوع كله يتعلق برد اداره بيراميدز، وكمان يعني وزاره الدفاع هي اللي بترد على الموضوع، مش الاستاذ ممدوح عيد. يعني على حد علمي يعني مش هو المنوط بيه انه يرد على خطابات زي دي بتيجي من الرد. ماشي، يعني انا حكيت التفاصيل حتى لا اكرر، وقلت كل الموضوع وكل الكواليس. هل هناك ردود افعال تانية خاصة غير ان خلاص الزمالك هيلعب في استاد القاهرة وان مرتضى منصور قاعد مع اللعيبة؟ هو ردود الافعال يعني كله حسب موقفهم من الاستاذ مرتضى منصور. في ناس رافضه الفكره من الاساس في عبد الناصر ان هم يغيروا استاد القاهره، هم شايفينه انه من افضل الملاعب في مصر، وفي ناس اصلا ضد مع الاستاذ مرتضى منصور بكل تصريحاته، ان هم الاستاذ دوت شايفين ان هو نحس شويه، ان هو في حاجات غلط بتحصل ضد اللعيبه، اللعيبه مش مرتاحه للملعب، فكل حسب وجهه نظر يعني. فكل اللي كانوا موجودين في المؤتمر النهارده من داعمين او المؤيدين للاستاذ مرتضى منصور، فالطبيعي ان هم يكونوا موافقين على كل قراراته او كل تصريحاته اللي بيقولها. لكن الجهه الرافضه للكلام ده صعب الناصر شايفه انه القصور نفسه قصور فني، القصور في اللعيبه او الامور الفنيه، وليس له علاقه بالملعب تماما يعني. فردود الافعال متفاوته ما بين ده وما بين ده. على السوشيال ميديا، صفحات السوشيال ميديا اصلا يعني طوال الفتره الاخيره ما بتتكلمش غير على فكره الصفقات، مين جه، مين راح، الزمالك مين هيكمل، اللعيبه اللي ما بتجددش، وكل برضو كل صفحه على السوشيال ميديا بتبقى ليها جن عندتها وبتبقى ليها ناس شغاله ليها وبتوليها، وفي كمان صفحات بتشتغل للعيبه بعينها. فعلشان كده الراي العام الزملكاوي مختلف، بس عبد الناصر مش واقف على حاجه واحده. في ملف في نادي الزمالك هتلاقي عليه اختلاف، وفقا لان يعني انا بتفق مع الموضوع وانا بختلف مع الموضوع. ليه؟ يعني كل حاجه ليها اسبابها في الراي العام الزملكاوي الفتره الاخيره. يعني كله عايز يشوف مصلحته فين قصدك، ويروح يتكلم على هوا او اللي عايزه رئيس النادي. بالظبط، يعني كله بيغلي على ليلى، ما حدش اصلا بيتكلم على مصلحه الزمالك اكتر من هو بيتكلم هو بيدعم مين واقف في صف مين. فالناس اللي مع الاداره هي برضو مع تصريحات الاستاذ مرتضى منصور، وبتردد الكلام دوت على السوشيال ميديا او بتردده في كل في اي ظهور اعلامي، والناس اللي ضد برضو بتعكس الكلام دوت انها على الاقل لو ما بتظهرش اعلاميا في السوشيال يعني ميديا يعني بشكل ثاني خالص، شايفين ان القصور فني وليس له علاقه بالملعب. يعني لدرجه يا علي ان ممكن حد يبقى عارف ان الكلام غلط ويقول الغلط علشان خاطر يدور على مصلحة أو يرضي رئيس النادي؟ هو هنا الناس بتتحيز لموقفها أكتر. أستاذ عبد الناصر، أنا بتحيز، أنا موالي مثلا للأستاذ مرتضى منصور، فأنا متحيز رأيي من أوله لآخره، ما ينفعش أبقى معاه في الحتة دي وضده في الحتة دي، خصوصا مع شخصية زي الأستاذ المستشار مرتضى منصور، لا معايا لا ضدي، فهي ملهاش تالت يعني. ما ينفعش تبقى يعني احنا بنتناقش حوالين وجهه نظر واحده، لا، انت طالما معايا يبقى معايا في كل حاجه، طالما ضدي يبقى ضدي في كل حاجه. طيب خلينا نقول للناس ملخص اللي جه في فيديو رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ردا على ازمه الملعب والعوده الى استاد القاهره ولعب مباراه الاسماعيلي النهارده خلاص السبت الساعه 6:30 بتوقيت القاهره في استاد القاهرة على عكس ما كان يتمناه، وصدمته انه مش هيلعب في الدفاع الجوي. رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور في اول رد فعل على الازمة قال ازمة بدون لازمة،
الزمالك من حقه انه يختار الملعب الخاص بيه، كان اختيارنا في البداية ملعب بتروسبورت واستاد القاهرة، ومن حقنا تغيير الملعب في اي وقت. كمان قال في اول رد فعل لي، من حق اننا نطالب بتغيير ملعبي كما طالب الاهلي بتغيير مكان مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا، وناشد الاتحاد الافريقي وحارب من اجل الحصول على ذلك. انا هنا بس لي تعليق وليس رد. هو الموقف مختلف يعني. لسه يعني لي تعليق وليس رد. الموقف مختلف وليه ان لازم اسم الاهلي يتحط في جملة مفيدة. ليه يعني؟ ليه يعني لازم تحط اسم الاهلي في جملة مفيدة؟ مش عارف. كمان قال قمت بالتواصل مع سالم الشمس مالك نادي بيراميدز للاستئذان منه لخوض مبارياتي على ملعب الدفاع الجوي، ولبى طلبي وقال لي اعتبر النادي بمثابة نادي. كله كان كلام شفوي وفنكوش. رابطة الأندية صرحت أن الخطاب لم يصل لها، وتدخل وزير الرياضة لحل الأزمة، وحصلت على موافقة وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي وكافة الأمور لإقامة المباريات على الإستاد. كنا نتمنى يا علي أني لو عندك موافقات يا سيادة المستشار تقلعها للناس لتقتنع بوجهة نظرك. يا ريت لو حضرتك هتفتكر ان احنا ساعه ما كنا بنتكلم على مشكله الملعب دي، انا قلت لحضرتك ان الخطاب اللي بيطلعه نادي الزمالك مش مكتوب في نص وارد، هو ده صادر ده يعني دوت مش مكتوب في نص وارد، علشان كده الفاكس دوت ما راحش لاتحاد الكوره، ودي معلومه اتاكدنا منها. وانا على فكره في الحلقه بعت لحضرتك يعني الكلام دوت بالنص، انه الفاكس نفسه اللي طلع من نادي الزمالك دوت مش مكتوب فيه وارد، هو مكتوب فيه صادر ده، عشان كده الخطاب ما طلعش من اتحاد الكوره، او ما ده مش مسرب من اتحاد الكوره، ده هو خطاب ما طالع من نادي الزمالك، بتاريخ قديم، بس هو ما وصلش لاتحاد الكوره او للرقم. كمان في اول رد فعل لمرتضى منصور على ازمه الملعب قال تلقيت عروضا من بعض المسؤولين في الدوله باللعب على استاد المقاولين العرب، وبالفعل قمت بالتواصل مع السيد محسن صلاح رئيس النادي، وابلغني ان هناك بعض الاصلاحات بعد ان قال امهني ربع ساعه. يعني رفض. وقال استقريت على اللعب في استاد القاهرة وتواصلت مع اللاعبين والجهاز الفني ان مباراة الاسماعيلي هي الاخيرة لهم على ملعب استاد القاهرة قبل تغييره في الفترة المقبلة. انا بقول لك هتلعب على استاد القاهرة لنهاية مبارياتك في الدور الثاني. لن يلعب الزمالك على استاد الدفاع الجوي، وانا مسؤول عما اقول. وان حصل يعني عادي. اقول لكم عادي المرة دي فلتت مني، ولكن أنا عارف بقول لكم إيه. نروح بقى. أستاذ عبد الناصر مفيش موافقات جات لحتى الآن رسمية. ولا هتيجي. الزمالك يلعب على الدفاع الجوي.